خليني اقول لك كوميكس كده على السوشيال ميديا، انت عملت فيلم نوم الثلاث، عمرو دياب عمل اغنيه على الثلاث، ايه حكايه الثلاث مع الفنانين؟ انا مش عارف والله ما عارف. هي صدف طبعا، يعني هي صدفه، بس هو يوم الثلاث ده في حاجه، يعني هو في حاجه فعلا. هو يوم مش لطيف عموما، يعني هو يوم مش لطيف، بس مع عمرو دياب كان لطيف. يعني ثلاث سمعت الاغنيه، ثلاث ستات عزموها على الغدا، عايزه ايه اكتر من كده؟ يعني دي ما بتحصلش مع اي حد، مع عمرو دياب بس. بس يعني لا، هي 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 صدفه بس. يعني خليني اسالك، علاقتك ايه بجمهورك على السوشيال ميديا؟ انا مقصر، انا مقصر. مؤخرا بقى في دايما الفنانين في هجوم للجمهور على السوشيال ميديا، بقى بيردوا دايما لو في انتقاد او كده، انت ممكن تعمل كده؟ يعني مؤخرا ده ظهر كتير بين فنانين وجمهورهم. لا لا لا، احنا تعودنا على الانتقادات وعلى حاجات اكتر من كده. يعني كنا في الاول يعني بنقول ايه ده وازاي ومش ازاي، بس انا اكتشفت ان في نوعيه معينه من الناس هي المتخصصة في الحاجات ديت، يعني تدخل لازم تبخ شوية سم كده وخلاص على كده. لو احنا عدنا واهتمينا بقى ونرد على كل حد وحاجات زي كده، ولا نعمل بلوك لكل حد، يعني احنا اكبر من كده بكتير. يعني اعتقد يعني احنا ما مش فاضيين للكلام ده خالص، وفي نفس الوقت بيبقوا معروفين. يعني بدعوا كل الفنانين وكل الناس لو حسوا بأي جرح يعني يعدوا الحاجات دي كلها، لأن في النهاية عالم السوشيال ميديا كله هو عالم وهمي. هنشوفك بقى في مسلسل في رمضان ولا هتركز في المقالب بقى؟ انت عملت مقالب في الفنانين كتير قوي. والله هي المقالب مطلوبة قوي، انا مش عارف ليه. يعني انا عايز انزل بمسلسل بس هم عايزين المقالب، يعني مش عارف لغاية لما نشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. يعني السينما طبعا لازم، يعني ان شاء الله ربنا قدرني كده اختار فيلم كويس يعني ننزل بيه السنة دي ان شاء الله.